للوهلة الأولى كانت بداية التسعينيات تبدو وكأنها حققت حلماً من أحلام البشرية، السلام الأبدي. لقد انتهت الحرب الباردة وتراجع خطر صدام القوى العالمية. تنفست أوروبا الصعداء وبدا العالم وكأنه يصفر بطريقة مرحة ويغني على أنغام أغنية Wind of Change أو رياح التغيير لفريق سكوربيونز الألماني، أكثر الأغاني مبيعاً في العام 1991 والتي أصبحت أشهر وأهم الأغاني في تاريخ القرن العشرين، ولم لا؟ فهي الأيقونة الغنائية لهذا الحدث. لقد انتهى الصراع العالمي بين البشر، ربما تحدث صراعات إقليمية هنا أو هناك، ولكن الحرب الشاملة بين الأقطاب الكبرى قد أصبحت من الآن وصاعداً جزءاً من الماضي الذي لن يعود أبداً. لم تكن هذه مجرد فكرة رومانسية يبشر بها فريق غنائي، فحتى بعض المفكرين الأكاديميين الجادين تبنوا أفكار مماثلة، كما جاء في كتاب نهاية التاريخ للمفكر الأمريكي فرانسيس فوكوياما الذي بشر بانتصار نهائي للحضارة الغربية بقيادة الولايات المتحدة. حسناً، لقد أخطأ العالم التقدير. بروفيسور ديمتري سترايكيفسكي رئيس مركز برلين لدراسات أوروبا الشرقية يدرك ذلك جيداً. اسمي ديمتري ستراتيفسكي، ولدت في أوكرانيا، أعيش في ألمانيا منذ 25 عاماً، درست السياسة والتاريخ في جامعة في برلين حيث حصلت أيضاً على درجة الدكتوراه، ومنذ ذلك الحين أتعامل مع الأحداث التاريخية الحالية والمعاصرة في منطقة أوروبا الشرقية، وعلى وجه التحديد أيضاً في المنطقة الموالية للاتحاد السوفيتي السابق. تركيزي الرئيسي هو روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا ومولدافيا وجزئياً أيضاً منطقة القوقاز، وأنا أتعامل مع هذه المشكلات من وجهة نظر مختلفة سواء كانت أحداثاً تاريخية معاصرة أو التطورات الحالية.